تقول: أصبت جنابة فلما أردت الغسل رأيت الدورة الشهرية نزلت علي فلم أغتسل، ومكثت على هذه الحالة حتى طهرت من الحيض، فاغتسلت وتطهرت من الحيض بنية الغسل من الجنابة أيضا، ثم صليت وأديت الفرائض وبعض الطاعات، فهل عملي هذا صحيح؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. نعم، هذا العمل صحيح. إذا كان على المرأة جنابة ثم أصابها الحيض ولما انقطع دمها اغتسلت عن الحدثين الجنابة والحيض فإن هذا يكفي وهو عمل صحيح وتتم طهارتها بذلك. الحمد لله. نعم.